بيعمي عنك اللي هو لحظة الشر بتاع كل يوم. قال لي معقولة؟ قلت له آه. وكمل للزيت. قال لي صدقني يا عم جميل، استاذ جميل، الموضوع بيجي كويس خالص، وانا عاوز اقول لك انا مش مصدق. ممكن اطلع وابث مباشر بقول حاجه زي كده؟ قلت له لا، ما تولد بس ولا تقول، سيبني انا اتكلم بطريقتي عشان ما تشهرش نفسك، لاني ممكن تتاذي، ممكن هو يتضايق منك. فعاوز اقول لكم المعجزه دي، ان فعلا ملاك ميخائيل ما بيسيبش حد، والاسحار شغاله والاعمال شغاله موجوده. اوعى حد، في العهد القديم كان موجود سحر وموجود اعمال. السحره اللي هم، لو انتوا خدتوا بالكم، وقفوا قدام موسى وعملوا اسحار، ده حاجه. السحره جابوا لمرجرجس، حطوا له سم في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الشرب اللي يشربه. كل القديسين قبلوا السحره، السحر موجود، والانجيل اتكلم عن السحر. الانجيل اتكلم عن السحر. طب يا استاذ جميل، السحر ده نعرف نتخلص منه؟ اه طبعا تعرف تتخلص منه. انت عندك مزمور 33، لو انت كل يوم تردد المزمور ده، المزمور ده بيديك قوه روحيه جامده جدا جدا جدا، سواء ليك او لبيتك او لاسرتك او لاي حد، بيديك قوه روحيه. طب حد سألني سؤال بيقول لي فعلا ممكن السحر ما نخلفش؟ انا قلت المره اللي فاتت مفيش سحر، لا في، بس ايه؟ للبني ادم الضعيف، البني ادم